على سرير صغير لم تفارقه منذ عامين تخوض ليليان الشعيط معركة تلو الأخرى. فاجأت الأطباء باستفاقتها من غيبوبة دخلتها بعد انفجار المرفأ، لكن هذه المعركة رغم صعوبتها تبدو الأسهل أمام حرمان أم من طفلها واختطافه من قبل الزوج وعائلته. فلم تجد عائلة ليليان وبمشورة من الأطباء النفسيين سوى استبدال ابنها بدمية. أما الزوج فيبرر جرم إبعاد طفل عن والدة تستمد منه القوة بأنها فاقدة للوعي والأهلية. لكن ليليان تجاوبت معنا عندما تحدثت إليها، رمقتني بنظرات ثاقبة وشدت على يدي عندما طلبت منها ذلك كإشارة بأنها غير منزعجة من حضوري. وعندما غادرنا لوحت لنا لتودعنا بعد أن أخبرناها بأن قضيتها أصبحت قضية وطن ورأي عام. هي عم بتقاوم وهي متمسكة بالحياة كرمال ابنها. من لحظة ما كانت بالكوما هي تشد على إيدي، لما قال لها أنا علي ناطري كانت هي عم تشد على إيدي وهي فتحت عيونها كرمال علي. ليليان قالت أول كلمة ماما من وراء اللعبة اللي نحن سميناها علي، قالت ماما، حكيت ليليان، وإن شاء الله بتحكي وبتصير أحسن. ليليان لو أخذت علاجها من فعلا سافرت من سنتين للمركز اللي هو مختص بحالتها يمكن كانت هلأ بتمشي وبتحكي وكانت قدرت حضنت علي. قصص المآسي التي خلفها انفجار المرفأ تعيش في زوايا بيروت. سالم أيضا يتمدد على سريره منذ عامين بعد أن شلت حركته وفقد ذاكرته ليصبح منسيا من قبل دولة تسببت بالانفجار. لا معيل له سوى شقيق عاطل عن العمل. هيك يعني لا فيني شمال ولا يمين، لا يمين هيك. بس شوي هيك فوت على الحمام، بوقف شوي على الشباك لهتا هو لك إيدي شو صار فيهم من ورا الشوب والنار، بوقف هيك ورجع بقعد. لا توجد إحصائيات دقيقة عن الضحايا المعوقين، لكن عددهم يفوق 300 يقبعون في منازلهم بعد أن سلبهم الانفجار الحياة كما عرفوها، فتخلت عنهم وزارة الصحة وسط أزمة لبنان الاقتصادية والاستشفائية. غنوة يتيم، الحدث، بيروت.